لازم أعرف نوع العمل وشو. إيه طبعًا، أنت وش بتشتغل؟ هل بتبيع منتجات ولا بتبيع خدمات؟ هاي فايز. ها في كيف الزراعة؟ منتجات ملموس هذه. طيب في هذه الحالة نحتاج توصيل مبرد، انك بتوصل خضار صح ولا لا؟ توصيل مبرد يعني اي الشركة اللي بتوصل للعملاء لازم تتأكد ان عندها شيء مبرد عشان يوصل الطلب للعميل وهو بارد، لان منتجات الاكل او الشرب او المكياج والعطور تحتاج توصيل مبرد. طيب هذا شيء، هذا نوع من انواع التجارة اللي هي الاشياء الملموسة، الاشياء الملموسة اللي انا ألمسها، خضار او اي منتج ملموس. في اشياء انا اقدر ابيعها حتى لو ما ملكتها بدون تكلفة، يعني لها اسم بس انا ما ودي اقول اسماء انجليزية عشان لا تقول اسماء انجليزية. اي الله نعم. يقول عبد الله يعني يعرفها خويكم واضح انه مدهر. عندك تجارة دروب شوبينج؟ لحظة خلنا عندك تجارة الكترونية من اول؟ كان عندي موقع بس اني وش النشاط؟ خدمات اللي زي مكتبة بس انا مو مكتبة، اشتراكات ما اشتراكات اشياء زي كذا. هذا نوع ايضا من التجارة الالكترونية، الخدمات غير المنتجات. المنتجات في منتجات ملموسة ملكي انا اشتريها وتكون عندي، وفي منتجات زي ما قال عنها الدروب شوبينج تكون البضاعة عند التاجر. التاجر يقول لك انا بعطيك اياها بعشرة ريال، انت ما علي منك بتبيعها بخمسين بتبيعها بمية، انا مالي دخل، اهم شيء تنباع من عندي. هذا نوع من المنتجات. في نوع ثالث من المنتجات اسمه المنتجات الرقمية، اللي هي الكتب الالكترونية، الدورات، الاشتراكات زي ما قال، تبيع اشتراكات رقمية زي كذا، هذه اسمها منتجات رقمية. وفيه عالم الخدمات. عالم الخدمات مثلا وش اسمك؟ سعود. سعود مثلا مصمم جرافيك، يفتح متجر تصاميم جرافيك، انا اسوي لك مثلا تصميم بمئة ريال مثلا تصميم الجرافيك الواحد، فيجيه واحد يطلب منه الخدمة هذه ويشتريها بالطريقة هذه. أو مثلا سعود مثلا يقدم خدمة إنشاء حملات على وسائل التواصل مثلا، فيقدم هذه الخدمة مقابل مثلا 1000 ريال، يقدم لك هذه الخدمة يسوي لك حملة على سناب شات مثلا، فهذه اسمها خدمات. والخدمات كثيرة ومتعددة، وهذا بس مثال مو حصرناها، هي كثيرة جدا. فالتجارة الإلكترونية ليست محصورة في شيء واحد أو منتج واحد، هي منتجات متعددة وأساليب مختلفة. أغلب ويعذروني الشباب، أغلب اللي دخلوا في البرامج الواقعية عموما تمام، يطلع من البرنامج يفتح له مثلا